British School. We create leaders. هل طفلك بيحرجك بطريقة تعامله مع أصدقائه مثلا؟ سواء كان ده داخل أو خارج المدرسة أو مع الأكبر سنا؟ هل بيحرجك طفلك بطريقة تناول طعام عشوائية وفوضوية أمام ضيوفك؟ سواء كان ده في المنزل أو في الخارج أو مع الأصدقاء؟ لو كنتم حريصين على سلوك طفلكم وإنه يظهر بالمظهر المشرف، عليكم إن انتوا تتابعوا سلسلة فيديوهات فن إتيكيت الأطفال، واللي بيوضح كيفية التعامل في بعض المواقف المختلفة. أولى حلقتنا طفلي في المدرسة. أهلا بكم في سلسلة حلقات فن إتيكيت الأطفال. طبعا كلنا عارفين إن الإتيكيت إزاي نقعد، إزاي نتكلم، إزاي ناكل، بس إحنا النهاردة هنوريكم جانب تاني خالص من الإتيكيت، وهو خاص بالطفل وخاص بسلوك الطفل جوه المدرسة وطريقة تعامله مع الأكبر منه والأصغر منه بأسلوب محترم ومهذب. وأول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هي السلام والتحية. طبعا ما ينفعش وإحنا جايين نسلم على أصحابنا في المدرسة نعمل كده أو حاجة، لازم نقول إزيك، عامل إيه، نسلم بالإيد، نبتسم، لازم نحسسه قد إيه إن إحنا مرحبين بوجوده معانا في المدرسة. وتاني حاجة روح المشاركة، ما ينفعش نبقى كلنا قاعدين تيم مع بعض واتنين ياخدوا بعض ويتكلموا أو يعملوا كده، ده بيأثر جدا في نفسية الطفل. لازم نتعلم إن كلنا نبقى مشاركين مع بعض، لازم كلنا نشجع بعض إن إحنا ناخد رأي بعض، نتكلم مع بعض أكتر، لأن ده أكيد بيأثر في نفسيتنا كتير. تالت حاجة وهي الاستئذان، وارد جدا كلنا بننسى الحاجات بتاعتنا، نبقى محتاجين أدوات معينة من زمايلنا، ما ينفعش ناخدها كده فجأة، لازم نستأذن منه ولو وافق نقول له شكرا. رابع واهم حاجه هي الكلام والضحك بصوت عالي، ما ينفعش نبقى بنتكلم مع اي حد حوالينا وصوتنا عالي. طبعا الضحك مش ممنوع، بس لازم يكون صوتنا واطي جدا علشان خاطر نعرف نتواصل مع اللي حوالينا بشكل اهدى وارقى بكتير. كده تكون انتهت حلقه النهارده من سلسله فن اتيكيت الاطفال، وهنستنى ارائكم وتعليقاتكم، واي حاجه حابين تضيفوها هتسيبوها في الكومنتس عندنا وهنناقشها مع بعض المره الجايه. وشكرا لحسن استماعكم. British School. We create leaders.